السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. والآن أنا أكملت تسقيط المحرك بالكامل، وهيه بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. لاحظوا الفاز الأخير بالوجه، كأنه هاي واحدة، هاي مجموعة، وهي مجموعة، وهي مجموعة. وهذا هو مجموعات الفاز متباعدة زي ما انتم شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. إن شاء الله مستمرين معكم في الفيديوهات والشروحات التي تخص المبتدئين حتى يصبحوا محترفين معنا بإذن الله تعالى. طبعا احنا تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن ترتيب تسقيط الملفات، تكلمنا عن الأقطاب الحقيقية والأقطاب التأثيرية، وكيف نعرف أو نميز إنه هذا المحرك تأثيري أو محرك أقطابه حقيقية. طيب، وفي درس اليوم إن شاء الله بدنا نعرف احنا يعني كيف نستطيع تحديد عدد أقطاب المحرك، وهل هي تأثيرية أم حقيقية بشكل مباشر وسهل إن شاء الله. طبعا هذا المحرك اللي صورت أنا عليه فيديو السابق أو أحد الفيديوهات السابقة اللي هي كانت عن الأقطاب الحقيقية والأقطاب التأثيرية، اليوم نكتشف. طبعا حكينا إحنا إنه هذا المحرك كان 1000 دورة إذا بتتذكروا، وحكينا إنه المجموعات متباعدة. طبعا أنا سقطته بالكامل الآن المحرك زي ما انتم شايفين على الشكل. بدنا نتعلم يعني، لنفرض إنه إحنا المحرك هذا أجانا هيك، وإحنا بدنا نعرف كم قطب هذا المحرك. طيب، زي ما حكينا بالعادة بنيجي من عند فتحة خروج الأسلاك وبنمسك البداية تبعت أول مجموعة بتتسقط من تحت، هيها. طبعا إذا بتتذكروا أنا سقطت هذا بطريقة الثلاث طبقات، سقطت الفاز الأول وسقطت الفاز الثاني، سقطت الفاز الأول بالكامل وسقطت الفاز الثاني بالكامل وسقطت الفاز الثالث بالكامل، بحيث أنه كان الفاز الثالث بالوجه. فإذا كانت أول مجموعات من تحت في المحرك هي للفاز الأول. طيب، احنا بنيجي قلنا من عند فتحة الأسلاك، فتحة خروج الأسلاك، وبنيجي عند أول مجموعة، وبنمشي بطريقة الواحد اثنين ثلاث واحد حتى نعرف نحدد مجموعات الفاز. وبنقول هاي المجموعة واحد، اللي بعدها اثنين، اللي بعدها ثلاث، واللي بعدها واحد. إذا هاي المجموعة واحد الثانية هي من نفس الفاز للمجموعة رقم واحد. بنقول على المجموعة الأولى واحد اثنين ثلاث واحد، إذا هاي هذول المجموعتين من نفس الفاز، هذول المجموعتين من نفس الفاز. وبنكمل من هالمجموعة اللي هي عفوا بنكمل من المجموعة اللي هي واحد الثانية، بنقول منها نفسها، بنعد منها نفسها، بنقول عنها واحد، وبنكمل عد واحد اثنين ثلاث واحد. لاحظوا هاي من نفس الفاز، إذا هاي ثلاث مجموعات طلع معانا. وبنكمل عد إذا إحنا بدنا منها نفسها، واحد اثنين ثلاث واحد. هون رجعنا على المجموعة الأولى اللي هي من عند فتحة خروج الأسلاك، إذا ما بنعدها، بتوقف عنا عند المجموعة هاي.
إذا هذا المحرك فيه ثلاث مجموعات، ولو تلاحظوا إنهم متباعدات، يعني هاي واحدة هون والثانية هون والثالثة هون، إذا في ثلاث مجموعات متباعدة في الفاز. إذا هذا المحرك تأثيري. تأثيري ليش؟ لأنهم مجموعات نفس الفاز متباعدة بعيدة عن بعض، في بينهم مجاري مش متجاورات. إذا هذا المحرك تأثيري، والمحرك التأثيري زي ما احنا عارفين إنه عدد أقطابه ضعف عدد المجموعات، وهنا الفاز في ثلاث مجموعات، إذا ضعفهم ستة، إذا هذا المحرك بيعمل ست أقطاب، إذا هذا المحرك ومحرك ست أقطاب تأثيري، سرعة 1000 دورة أو سرعة 900 دورة في الدقيقة. إحنا هيك بشكل سريع فهمنا وعرفنا كيف نطلع مجموعات نفس الفاز، وعرفنا إنهم متباعدات أو متجاورات، وعرفنا سرعة المحرك وعدد أقطابه، وبالتالي هيك إحنا قدرنا نعرف توصيله إذا كان متباعد. إذا توصيله دائما التوالي نهاية في بداية، والآن بوصله أنا نهاية في بداية لكل الفازات وبكمل شغل. وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا، ما بدي أطول أنا في الفيديو كثير، إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.